اشاعات عن جوازتين وخناقه. اه والله العظيم خناقه. ما هو اصل السوشيال ميديا ما وراش حاجه، تصحى من النوم تجوز فنانه، تطلق فنان، تخلي ده يتخانق مع ده. هحكي لكم. الاشاعه الاولى بتقول ان اليسا اتجوزت في السر، والاشاعه الثانيه بتقول ان رضوى الشربيني كتب كتابها، وان لبلبه وفنانه مشهوره قوي اتخانقوا مع بعض. طبعا مش محتاجين نقول لك ان الكلام ده ما حصلش مع اساسه. نبدا باليسا. في صفحات لبنانيه مجهوله نشرت اخبار مش متاكدين من صحتها بان اليسا اتجوزت في السر، وخرجت بعدها مواقع لبنانيه ثانيه نفت خبر الجواز في السر، لكن قالوا ان حسب معلوماتهم ان اليسا بتستعد للجواز من حبيبها اللي اعلنت من فتره قريبه عن علاقتهم وارتباطهم ببعض، وانها عايشه حاله حب. اليسا ما علقتش بشكل مباشر على الكلام ده، ولا اكدته ولا نفته، لكن عملت مشاركه لتغريده بحسابها على موقع اكس لواحد من الفانز قايل فيها: يعني معقول العالم بيتابع حساب وهمي عشان ياخد اخبار عن اليسا؟ معقول العالم وصل لفين؟ اخبار اليسا بناخدها من اليسا. والله العظيم ثلاثه عين العقل يا ابني. وحبيب اليسا زي ما قالت عنه في اخر لقاء ظهرت فيه انه اكبر مني بسنتين، وهو غني ومش لبناني، وعنده شعر شايب حلو، ومش بشوفه كتير لانه عايش بره، بس احنا على تواصل دائم مع بعض. وكمان قالت عن علاقتهم: لو ما اتجوزتهوش ما عنديش مشكله اعيش معاه بدون جواز، لانه لطيف وبيحبني وكريم بحبه ليا. انتوا ايه رايكم في الكلام اللي اليسا بتقوله ده؟ بس ركزوا علشان احكي لكم عن رضوى الشربيني دلوقتي. رضوى الشربيني اللي كان لبيها ولا عليها صحيت لقت نفسها متجوزه، وده بعد ما الجمهور شك من فيديو نشرته على حساباتها ظهرت فيه في كواليس برنامجها وفريق الاعداد بيبارك لها على عقد قرانها. الجمهور كمان لحد دلوقتي شاكك انها بتخبي، بس مفيش اي حاجة تقول انها اتجوزت فعلا، لكن هنشوف مع الايام. خلصنا الجوازات، تعال لي بقى في الخناقات. معقولة لبلبة والهام شاهين يتخانقوا ويقولك واحدة قالت للتانية انا المالكة وانت تيجي ايه جنبي؟ يا راجل لا 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 لا، دي مجرد فبركة. اتقل وانا هقولك. صحافة مجهولة نشرت فيديو بيجمع الفنانة إلهام شاهين والفنانة لبلبة، مكتوب عليه: خناقة إلهام شاهين ولبلبة، انت تيجي ايه جنبي؟ انا الملكة. عنوان من عناوين الحراقة اللي بتخليك تدخل وتدوس على طول وتعد فيوز. المهم الفيديو انتشر بشكل كبير، وخرجت لبلبة علقت على القصة دي في تصريحات صحفية وقالت: الكلام ده مش صح، ده متفبرك. وكمان أضافت لبلبة وقالت: إلهام دي حبيبتي، والكلام المكتوب ده معمول علشان المشاهدات. والله قلت لهم كده يا أستاذة لبلبة من شوية. في الآخر أحب أقولك إن ده أقل يوم صحينا فيه على إشاعات. الإشاعات كتير قوي، اتأكد من مصدر اللي بتشوف منه الخبر، وخليك متابعنا على رؤية علشان هنقولك كل حاجة.